تعليقاتك ايه على التعديلات الوزارية اللي بقالها ساعات؟ يعني الواضح ان حزب الحريه والعداله بيتمكن من مفاصل الدوله، وان هو ادى نفسه ثمن حقائب وزاريه واضحه للاخوان، والبعض اسمهم اخوان في الظل او اخوان نمره 2 اللي هم الغير معلنين. على كل حال يعني ده مش حاجه جديده، احنا شفنا ان هم ازاي عملوا في انتخابات في تعيينات مجلس الشورى، بالرغم ان كان الاتفاق ان يكون في التعيينات دي كلها 90 تعيينه واكثر للتيار المدني، لانه الحوار اللي بيسمى حوار لم ينتج عن شيء الا تعيين بعض الاخوه الاقباط اللي بقوا نفسهم راح حضروا الحوار دوت. ودلوقتي بعد الدستور ما عدى هم يعني اللي دخل بسمته الشخصيه، او يعني مش عايز اقول بقى نفسه ولا بتاع، بصفته السياسيه وهو بيعبر عن غير عن نفسه، وقبل الحقيبه في او قبل المقعد في مجلس الشورى، لان الكنيسه برضه رشحت ناس وراحوا هناك، يعني في 8 اعتقد مرشحين من قبل الكنيسه. لا، يا الكنيسه رشحت ناس وده شيء طبيعي ان الكنيسه ترشح ناس، الكنيسه في كل الاحوال المفروض ان هي كلها ممثلين سواء كان التيار المدني يقبل او يرفض. تمام. لكن انا بتكلم على الناس اللي حسبت نفسها في اعداد الثوره ونزلت معانا وحضرت اجتماعات وقالت ان هي ناس من الثوار وناس رابطه وما الى ذلك، وفي لحظه لقيناهم عشان يضمنوا فلوسهم ما السياسه المفروض فن الضرائب الممكن يا بنوك ما باشمهندس. تتدفعش. السياسه فن الممكن، ولقوا ان الطريقه دي ان هو امثل بصوت ويمكن لا اعارض لا لا او يعني لو لا. السياسه فن الممكن كان كلنا قبلنا، يعني انت لازم تفهم ان الجبهه الوطنيه طبعا مش الكل هيقبل يعني، بس في ناس جبهه عندهم الانقاذ انه ممكن كانت يلعب على الوينجين اتعرض زي ما عليها بيقولوا. وجبهه الانقاذ اتعرض عليها ورفضت، و بعض الشخصيات المصريه الوطنيه الكبيره حاولت تعمل لست من الناس وانا اتعرض عليها ورفضت، يعني في ناس كتير اتعرض عليها ورفضت. فالمشكله ان انت يا اما تشارك بقوه وتشارك تعرف ان انت من خلاله في التمثيل اللي انت هتبقى ممثل فيه تقدر تحبس العمليه السياسيه او لا. اذا كنت انت هتبقى ديكور وهتبقى موجود عشان يتقال ان احنا عندنا واحد ولا اثنين ولا 10 مسيحيين، لكن هم في النهايه متواجدين تبقى دول. يعني انا عايز اقول لك المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهوريه السابق واللي هو حاسس الحوار الوطني بعت لي جواب رسمي انه عايزنا نبعت له في الحزب الحياه، نبعت له ردنا ايه على او ايه رغبتنا في التعديلات الدستوريه اللي هي تكون. يعني نفهم من الكلام ان حزب الحياه غير مشارك في الحوار الوطني او ما يسمى طبعا بالحوار الوطني. احنا رفضنا ان احنا يعني دلوقتي بعد الدستور ما عدى وبعد ما رفض نائب الرئيس والرئيس ان هم يمهلوا فتره عشان نقدر نتكلم في المواد الخلافيه، بعد ما بقى الدستور وامر واقعي جايين يقولوا لنا ايه رايكم في الحاجات اللي عايزين تغيرها؟ طبعا ده ضحك على الدقون. تمام. فردي لا هو ضحك على الناس لان ما الدقون ما يضحكش عليها. لا هي الدقون اللي بتضحك على الناس. الدقون ما يضحكش عليها. فاحنا اللي احنا شايفينه دلوقتي هي اخوانها للدوله كامله. خليهم يا اخوان الدوله، للاسف البلد بتسقط، الاقتصاد بيتوارى، الارتفاع اللي حاصل في سعر الدولار مقابل الجنيه هيؤدي الى زياده اسعار لن تقل عن 20 30% في مصر في الايام القادمه. هم يمكن موقفين زياده الاسعار عشان الناس ما تربطش ده بقوه البسيطه يعني، لكن اي واحد دلوقتي بيعمل اي شيء من بيتاجر بيشتغل بيروح باي شيء له علاقه بالدولار، معظم الوضع الداخلي ليه علاقه بالوضع الخارجي، فكل الاسعار سواء كان حديد اسمنت سواء كان مواد غذائيه سواء كان حتى الحاجات اللي بتستورد من الصين وما الى ذلك كل الحاجات دي هترتفع 20 30%. البلد ما عندهاش دخل، حتى الاربعه مليار اللي هناخدهم من البنك الدولي لو خدناهم مش هم كفايه عشان يوقفوا اقتصاد البلد. احنا عندنا مش ان الاحتياطي بس خلص، لا كمان العجز في الموازنه تضاعف من 10 لو كان 10 مليار بقى 35 مليار دولار في السنه، يعني تضاعف ثلاث اضعاف الوقت اللي كان بيبقى فيه عجز ايام مبارك، وبالتالي الجنيه كده ولا كده لازم هيتدهور في المستقبل. طب يعني هل العجز ده ناتج عن ان في ناس مش قادره تدير، ولا هو ناتج عن الناس مش عايز تشتغل،
ولا هو ناتج عن زي ما بيدعوا ان دي مظاهرات وكل يوم في قلاقل في مصر، فعشان كده سير العمل وسير الانتاج ما هواش؟ يعني حضرتك شايف التداعيات ايه للتدهور؟ هل هي عدم اداره ولا عدم ترشيد انفاق ولا هو كل الحاجات اللي انا قلتها دي مجموعه مع بعض؟ لا، هي تقريبا كلها مجتمع، ولكن انت تشوف ان اي بالانس للموازنه عشان تقدر تعمل موازنه للدوله لازم ترشد الانفاق، ولازم يكون عندك حكومه قادره انها تقوم بهذا الدور. عبقريه مش قادره لو كمان. لو انت قلت انك انت هتعتمد على الدخل فقط عشان ترفع من مستوى الدوله، مفيش ولا دوله تستطيع ان هي تعيش. شفنا الخناقه الكبيره في امريكا قبل الكريسماس، قبل النيو ييرز، واللي خلصت اول يوم في السنه بسبب ان احنا لازم نرشد الاستهلاك، لازم نقلل المصاريف. مصر ما فيش حد بيبص بالشكل ده، وللاسف الدكتور هشام منديل كل الفتره بتاعته في حكومته ما خدش خطوات لتقليل الانفاق خالص، وعشان كده مهما زاد الدخل مش هيكون في سد للموازنه، ما بالك بقى ان احنا ما عندناش دخل، لان السياحه بسبب التصريحات الرهيبه وبسبب عدم الاستقرار الامني وبسبب عمليات الاخوانه واسلمه الدوله اللي الناس خافت منها ورعبت السياحه نزلت تقريبا لصفر. السياحه مصدر مهم جدا يعني، حتى لو ما يعني حتى لو نزلت نقول زي تصريح الوزير السياحه الاخير ان هي 10 مليون سائح بما فيهم كل المهاجرين من سوريا ومن تونس ومن ليبيا اللي جم على مصر في الفترة الأخيرة، ودول تعدادهم يعني أعتقد أنهم بما لا يقل عن مليون مليون ونص، واعتبرهم سياح، فيعني بالتجاوزا هنقول أنها قلت عن السنوات اللي قبل كده حوالي 5 مليون سايح، ودي تأثرت بها القاهرة والأقصر وأسوان تأثرا بالغا، وبعض المناطق الشاطئية بنسبة بتتراوح من 20-30%. دي في السياحة. اللي أنا عايز أقوله هنا يعني السياحة زي ما بيقولوا ماكينة شغالة، بس مجرد انك تحط المفتاح. فالمفتاح هنا حاجة بالنسبة للسائح، في فرق بين السائح اللي بيجي يقعد اسبوع يصرف في الاسبوع دوت 3-4 آلاف دولار ويمشي، وبين اللي جاي بيدور على حتة يقعد فيها وبيحتله، سواء كان يعني مش كل السوريين او الليبيين اللي جايين مصر حالتهم المادية قوية، في ناس كتيرة جت واحتلت أماكن في مناطق مختلفة في 6 أكتوبر تمام. وعملوا خناقات وضرب نار وما إلى ذلك، مش عايزين يصرفوا ومش معاهم فلوس يدفعوا الإيجار، فبتأجروا ودفعوا. فما تقدرش تقول إن 10 مليون لو كان منهم نسبة 2-3 مليون من الناس دي ما تقدرش تقول لي دول سياح. لا، ده السيد الوزير طبعا بيلعب بنفس الأرقام زي الأخ النظام المبارك السابق يعني، الكلام ده كله مش مظبوط، الى جانب ان الانتاج طبعا كل اصحاب المصانع بداوا يقللوا الشغل بتاعهم، الناس ما فيش حد بيشتري ولا بيبيع، الناس خايفه ومرعوبه. الاقباط ولازم نبقى فاهمين اصحاب المصانع التصريحات اللي حصلت دي جننتهم كلهم وخافوا، فاضطروا ان هم خدوا اسرهم وسافروا وهاجروا وسابوا مصانعهم، وفي ناس قفلت المصانع دي كلها. اللي احنا لازم نفهمه دلوقتي انه مش كل اللي حصل في الدوله رهيب، مش حاجه بسيطه جدا، وانه لازم الناس تاخد بالها انه اللغه المخيفه اللي عماله تطلع في المجتمع دي هتأثر على الجميع، مش هتأثر على المسيحيين بس، مش هتأثر على كل المصريين الليبراليين بس، هتأثر حتى على المتطرفين اللي بيعملوا الكلام ده. تمام، وهم اللي هيدفعوا الثمن اول ناس. يعني باشمهندس مايكل منير رئيس حزب الحياه، بالنسبه هنعود تاني للفقره الانتخابيه وعن ارتفاع 0.5% للمشاركه ل 5%، حضرتك شايفها ازاي؟ وهل في تصور لآلية حصد الأصوات بطريقة نزيهة للصندوق علشان ما تبقاش غزوة صناديق تانية؟ حضرتك ممكن تدلي بهذا التصور؟ تفضل. يعني أنا عايز أقول إنه أولاً قبل ما نخش في انتخابات مجلس الشعب، إن إذا كانت دي انتخابات مصرية بالنسبة لينا جميعاً لازم يكون في شيء واضح وصريح وهو مراقبة دولية للانتخابات. تمام. ومراقبه دوليه مش بمعنى ان احنا نجيب مركز كارتر يروح يتعشى عند خارج الشاطر في البيت ويطلع يقول ان انا جيت راقبت الاستفتاء وكل حاجه كانت تمام. مراقبه دوليه تضمن ان كل لجنه على الاقل يكون فيها مراقب دولي، ان احنا نجيب ناس تقدر
تقوم بهذا الدور بشكل فعال انه الامن يعود بشكل قوي. وطبعا لازم اوجه نداء هنا للاخوه الطيارات المدنيه اللي انا عارف ان هي من الحوارات الداخليه بدات تتفكك. وعايز اقول انه في ناس انا بسميهم وصائف الاخوان، وصيفه الاخوان، بيظهروا كانهم قياديين وسياسيين بارعين ويدافعوا ويهاجموا على الاخوان وياخذوا مواقف صعبه جدا قدام الناس، ولكن في النهايه هو هدفهم اسم الطيار المدني. اي صوت يطلع يقول لك انا اصلي اشتراكي مش عايز اخش مع الفلول، انا اصلي ثوري ومش عايز اخش مع النظام السابق، النظام السابق الناس اللي فيه اتعزلت وما بقاش فيه الدستور عزلهم وما بقاش فيه انا عايز اقول الشعب من النظام السابق، هل نقدر نعزل الشعب؟ يعني الشعب نفسه كان محكوم في النظام السابق، ما هو كان شعب بيمثل كتلة الشعب، هل ده فلول برضو يعني ولا هو كل من مارس فسادا سياسيا هو فلول؟ يعني هو كل من مارس فسادا سياسيا فلول، ودول معروفين تعدادهم 10 100 1000 مش هيزيدوا عن كده، لكن مش الملايين. يعني انا عايز اوجه بقى للساده اللي هم في الطائرات المختلفه، الساده الاعضاء المختلفين في جبهه الانقاذ الوطني، عايز اقول لهم يا ريت بقى نكبر ونبطل شق الصف لمصلحه الاخوان، وفي ناس جواكوا بتتعامل بشكل بيشق الصف لمصلحه الاخوان، الناس اللي عايزه تعمل قائمتين للتيار المدني والناس اللي عايزه تعمل ثلاث قوائم للتيار المدني، هي قائمه واحده. كل اللي الناس دي بتعمله هي بتضعف التيار المدني في لصالح التيار الاسلامي. لو لم ينجح التيار المدني في عمل قائمه واحده يبقى على مصر السلام. استاذ مايكل منير، يعني اتفق معك، ربنا يخليك. يعني نقطه اخيره بس، تعليق على نسبه 0.5% وال5% للفعاليه لاي حزب حتى يكون اشتراكه صحيحا في تمثيله البرلماني، حضرتك شايفها ازاي؟ وليه 10 اضعاف النسبه يعني؟ والله بص انا ما درستش القانون كويس، لكن هم دايما بيعملوا الحاجات التعجيزيه دي، وان كان في طرق حواليها ان الاحزاب تنضم مع بعض في تكتلات. ما هو ده الحل. وده ممكن يكون شيء مش وحش، ممكن شيء يكون شيء كويس. لانه في الوقت الحالي كلما كثرت الاحزاب وتفتتت كلما ضعفت، والحزب اللي مش قادر يجيب 0.5% المفروض ما يشاركش في انتخابات من اساسه. تمام. لانه احنا عايزين وضع قوي، هو طبعا شرط تعجيزي، لكن اذا كنت انتوا هتقولوا انه يعني القانون بيقول انه المستقلين ممكن يعملوا قوائم، لكن ما بيقولش المستقل لازم يجيب 0.25%، على الاقل يساوى الحزب بالمستقل. بالظبط، لانه كده هيبقى برضه في عدم دستوريه، لو لم يتم مساواه العضو في الحزب بالعضو المستقل هيبقى في عدم دستوريه ضد العضو في الحزب، بمعنى انه لو شخص نزل على قائمه حزب في بدايته وحصل على النسبه لكن الحزب بتاعه ما حصل او حصل ونجح والحزب بتاعه ما حصلش، ممكن يطعن برضه انه القانون كان غير دستوري.